مساء الخير جورج. يصر النجم عاصي الحلاني على إحياء عدد من الحفلات الخيرية كل سنة إلى جانب حفلاته العادية والمهرجانات الضخمة، وآخر هالحفلات كان لصالح رعية مرتقلة. وأكد عاصي بحديثه معنا أنه منسوب الإنسانية والشعور مع الآخر لازم يرتفع بظل اللا إنسانية اللي عم نشوفها من قبل التنظيمات الإرهابية لتسيء للإنسان والدين، وأكد على دعمه للجيش اللبناني وتمنى أنه توفي الدول بوعودها تجاه تسليحه. والتفاصيل من تبع سوا مع عاصي الحلاني. أنا يا طيب ضيعني نصيبي، أنا يا طيب ضيعني نصيبي، حرب لد الهالي ولاد الحبيبي، ويا لد الهالي ولاد الحبيبي. طلب مني الحزمية مرتقلة انه بدهم يعملوا شيء طبعا قدرت استعدادي، وهذا شيء بيساعدني وبيشرفني الحياه، يعني خاصه بهالاوضاع اللي مرقين فيها وهالازمات اللي عم نمر فيها، انك تكون عم تحس بالناس وعم تتعاطى مع الناس بانسانيه اوضاع سيئه، وهيدي بتترك يعني بقلبنا شيء محزن. ويعني دائما نحن بحاله اذا بدك، يعني لو ما ربنا سبحانه وتعالى بيعطينا العزيمة وبيعطينا القوة والإيمان، شعب محبط، نحن محبطين للي عم يحصل، يعني ما عاد في رحمة، ما عاد في شفقة، الهجمة الإرهابية اللي عم نتعرض لها كان نحن أو بلاد الجوار، يعني والقتل اللي عم بيصير والإجرام والذبح والهيدي اللا إنسانية بعد ما مرقت علينا ولا شفناها، شيء يعني محزن وتتأسف انه عم بيشوهوا عروبتك وتاريخك وانسانيتك ودينك. هيدي يعني انا بحس شيء منظم من اجل تشويه ديننا الاسلامي اللي هو دين الرحمه والشفافيه والانسانيه والحب الاخر والتعاطي والعيش مع الاخر. للأسف يعني بنحزن على سقوط شهداء من 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 هالمؤسسة الشريفة، هالمؤسسة اللي هي الضمان لكل اللبنانيين. أنا بفرح ببطولات الجيش اللبناني واللي عملوه بطرابلس وعم يعملوه بكل المنطقة. للحقيقة أنا بقول يعني هيدا شيء عمل بطولة، برجع بكرر وبقول إنه نسبة للإمكانيات اللي هن عندهم إياها، يعني طبعا في وعود بأنه رح يتسلح الجيش، وفي عنا وعود من روسيا، وفي السعودية وعدت أنه في 3 مليارات ومليار تالي رابع كمان، بس لحد هلا بعد ما استلموا يعني، وإيران قالوا بده يسلحوا كمان الجيش، روسيا كمان، بس ولا يعني بعد لحد هلا ما في شيء. إن شاء الله نتمنى أكيد، لأنه ما في قاتل الجيش باللحم اليوم، ما فيك يعني بدك إمكانيات حتى تقدر تحارب هيدي الهجمة المتطرفة والعنصرية عليك. فأنا بآخر شيء ندائي للشعب اللبناني إنه يتكاتف وينبذوا المذهبية والطائفية. أنا بعتبر ما في حرب مذهبية مثل ما بيقولوا البعض أو طائفية، في حرب تكفيرية أو حرب عنصرية، يعني ما بين التكفيريين والمعتدلين. يعني أنا بعتبر الحرب القائمة الآن هي ما بين الناس المعتدلة، بين الإنسانية والناس التكفيرية.
منتابع نشرتنا مع مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية بالبانوراما الفنية. أكد الممثل السوري سلوم حداد أنه لولا القيادة السورية وقوة الجيش السوري لأصبحت سوريا في خبر كان، لافتا إلى أنه قرر العودة نهائيا إلى بلده بعدما كان مقيما في الإمارات. وأشار الممثل الشهير إلى المؤامرة التي تحاك ضد بلاده وانتشار المتآمرين في كل أنحاء العالم، وقال: القيادة رحيمة وليس كما يصورونها بأنها سفاحة، وأنه إذا ما بتنزل بيفرموك، مو مطلوب منك تكون غير مواطن وطني، ما بدهم أكثر من هيك. ناشدت المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين زوجة النجم جورج كلوني الحكومة المصرية إطلاق سراح صحفي قناة الجزيرة محمد فهمي لأسباب طبية، مشيرة إلى أنه يعاني من التهاب الكبد الوبائسي. وقالت المحامية التي باتت محط اهتمام الصحافة والرأي العام العالمي في بيان نشرته صحيفة الجارديان البريطانية إن فهمي المحكوم عليه بالسجن في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الماريوت تعرض للحبس على أسس زائفة ويحتاج إلى علاج، وأن محاكمته كانت غير عادلة. وأوضحت أنه يجب على قناة الجزيرة الإنجليزية التي كان يعمل لديها فهمي وقت توقيفه الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه الإضرار بقضيته. سيتزوج النجم العالمي مارك أنتوني من حبيبته عارضة الأزياء الفنزويلية شانون ديليما في غضون أيام بعد خطوبة سرية استمرت حوالي 8 أشهر. وكشفت مجلة يو أس ويكلي الأمريكية أن الخطوبة تمت شهر آذار الماضي ولم يعرف بها أحد إلا اليوم وقبل أيام فقط من زفافهما. وكان أنتوني قد بدأ بمواعدة ديليما بعد مرور 6 أشهر من انفصاله عن زوجته النجمة العالمية جينيفر لوبيز عام 2012، إلا أنهما انفصلا بعد عام ثم عادا من جديد. يذكر أن هذا الزواج سيكون الثالث لمارك أنتوني، حيث كان متزوجاً من ملكة جمال الكون ديانا توروس عام 2000، واستمر زواجهما حتى عام 2004. وبعد أسبوع واحد من طلاقهما، تزوج من النجمة العالمية جينيفر لوبيز التي انفصل عنها عام 2011. عرض شيخ عربي على رئيس الأورغواي خوسيه موريكا الملقب بأفقر رئيس في العالم مبلغ $1,000,000 لشراء سيارته من طراز فولكسفاجن زرقاء اللون موديل عام 87، على ما ذكرت مجلة بوسكيدا. وأوضحت المجلة أنها ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها الرئيس عرضاً لشراء سيارته الرئاسية الخارجة عن المألوف، وقد يقبل بالعرض هذه المرة ليخصص المبلغ لبناء مساكن للمعدمين أو أي شيء آخر يكون خدمة لبلده الأورغواي. هيدي كانت مواضيعنا وأخبارنا بنشرتنا لليلة. تصبحوا على خير.